اهلا بيكم في الديفا. النهارده هيكون معايا حلقه مميزه جدا لان ضيوف النهارده هيكونوا مميزين جدا. هيكون معايا دكتور تامر النحاس استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجهري، وهتكون معايا ماجي لويس بروفيشنال ميك اب ارتست من رمال، وهتقدم لنا اوفر حلو جدا النهارده من رمال. فتابعوا الحلقه عشان تشوفوا ايه الاوفر اللي تقدروا تاخدوه النهارده. وكمان دكتور تامر هيكلمنا في موضوعات مهمه جدا تهم كل ست وكل بنت حتى، فبليز كملوا معايا الحلقه للاخر. وهنطلع فاصل على طول ونرجع نكمل بقيه فقراتنا. اهلا بيكم مره تانيه في جزء مهم جدا من حلقه النهارده، ومشرفني هنا دكتور تامر النحاس استشاري امراض النساء والتوليد ومؤسس مركز ولد وبنت لعلاج تاخر الانجاب والحقن المجهري. اهلا يا دكتور. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. هنتكلم النهارده في موضوعين بصراحه اهم من بعض واقرب من بعض بالنسبه لي جداد. خلينا الاول نبدا بتجميد البويضات. سمعت الفتره الاخيره عن حاجه اسمها تجميد البويضات. لو انا في كيسز كتيره او حالات كتيره يعني بنلجا فيها لتجميد البويضات، حضرتك ممكن تكلمنا عليها بالتفصيل بقى؟ طيب حاضر. تجميد البويضات دي احد التقنيات الحديثه المرتبطه بوسائل الاخصاب المساعد. يعني ايه برضو الكلام ده؟ ببساطه في ظروف اقتصاديه واجتماعيه وطبيه خلت ان احيانا بنبقى محتاجين احنا نجمد البويضات. ستات كتيره او سيدات كتيره وبنات كتيره اتاخر سن الجواز بالنسبه لها، الظروف الاقتصاديه بتبني الكارير بتاعها كلام زي كده، فده خلى ممكن بقى تبقى رايحه تتجوز يبقى سنها اكبر من 35، فده بيبقى في فرص او جوده او مخزون المبيض لديها بيبقى اقل من الطبيعي. ففي تقنيه ظهرت جديده بقت تحل الموضوع ده. طب ايه الاسباب التانيه اللي مرتبطه ان احنا نقول للسيدات او البنات لا جمدوا البويضات؟ تاخر سن الزواج ده سبب. معلش بدون قطع كلامك، احنا بس عايزين نشرح الاول لان انا لو مش فاهمه يعني ايه اصلا تجميد البويضات. طيب حاضر. تجميد البويضات هو ببساطه ان احنا كل شهر كل سيده بيطلع عندها شويه حويصلات كده، الجسم بيختار منهم واحده، بيعمل انتخابات ويختار منهم واحده، دي بتبقى البويضه. لو اتلقحت، لو هي متجوزه، لو اتلقحت هيبقى في بيبي، لو مش ما لو ما اتلقحتش بتنزل الدوره عادي خالص. اذا كل شهر بيطلع شويه حويصلات بنختار منها واحده. كل الكلام ده بيبقى مرتبط ان السيده عندها خزنه كبيره فيها بويضات. اول ما بتتولد بيبقى عندها حوالي مليون بويضه، كل ما بتكبر في السن بيبتدي يتاخد من المخزون، والمخزون ده غير قابل للزياده، مش بيتجدد يعني خالص. لا، كل ما بتكبر بيبتدي يتاخد من المخزون لغايه لما بتوصل لسن 35 سنه بتبقى حوالي 35000 بويضه. وبعد سن 35 سنه التناقص بيبقى سريع خالص لغايه لما بتوصل لسن ال 40، وبعد سن ال 40 المخزون بيبقى اقل خالص لغايه لما ينتهي. انا خفت عامه، دي حاجه. لا خالص ما فيش حاجه. ما هو عشان كده في عن ناس بنات بتبقى عايزه تدرس، عايزه تحقق. عشان كده فهمت ليه حد بيقول لي انا هتجوز بس عشان الحق اخلف، ففهمت ايه جمله عشان الحق. يعني اوكي فاين اتجوز اوكي احنا بس الفكره احنا بنديله فرص ثانيه. بنات لو هي لقت نفسها اتاخرت شويه بيبقى في فرصه انها تحتفظ بمخزون من البويضات او تحتفظ ببويضات ليها متجمده في مراكز الحقن المجهري، في بنوك داخل مراكز الحقن المجهري، ولما بتتجوز بتعمل حقن مجهري وتقدر تبقى ام. اذا هي فرصه بتخلي البنت او السيده تحتفظ بجزء من المخزون اللي عندها ده بحالته لحد ما هي تتجوز. ولما تتجوز بتعمل حقن مجهري، وساعتها ممكن بعد كده ما يبقى في جنين بننقله رحم الام وتبقى حامل عادي خالص زيها زي اي واحده في الدنيا. تمام. طيب هو ده معلش ده في سن معين ولا اي سن؟ ده متاح في اي سن. يعني ولكن انا عندي مثلا 30 سنه اروح دلوقتي اعمل ممكن حاجه زي كده؟ انت مش مستعجله، انت لسه قدامك 35. ما انا مش عارف هتجوز امتى. خلاص لما تقربي شويه يبقى ساعتها ممكن تناقشي الموضوع معايا وبعد كده اقول لك هنعمل ايه. ولكن خليني ارجع لك الموضوع مرتبط بايه وهقول لك. اوكي. يبقى اذا انا قلت كلمه كده، قلت في حاجه اسمها مخزون المبيض. امتى نعرف ان احنا محتاجين نجمد بويضات او امتى محتاجين نروح لاحد وسائل الاخصاب المساعد؟ ده يرجعنا شويه لنقطه امتى بنروح نجمد بويضات. قلنا زي ما قلنا ان يبقى تقدم سن الزواج. اتنين، في سيدات وبنات بيبقى عندهم اورام بيضطروا ان هم يتعرضوا لعلاج اشعاعي وكيماوي، فده بيفسد او بيقضي على مخزون المبيض بشكل كبير.
فلذلك احنا بننصح الناس اللي عندها نوع من الاورام او ايا كان اورام، مش شرط تكون في المبيض او في الرحم، لا اورام عاديه وهتخضع لعلاج كيماوي او اشعاعي، ان هي تروح لدكتور متخصص تجي لي، وبعدها ممكن نجمد لها بويضات، او حتى ممكن وصلنا ان احنا ساعات بنجمد المبيض كله، وبعد لما تتم علاجها وبعد ما تتم علاجها خلاص تبدا يعني سواء بصراحة. كان نرجع لها المبيض كله يتم زرعه، او لو هي كانت مجمده بويضات بتعمل حقن مجهري وتقدر تخلف، لان في قطاع كبير بقى دلوقتي بعد العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي ما بيخلفوش، مع انهم لو عرفوا ان الاجراء ده موجود كان هيحتفظوا بفرصه. يعني بدي امل كبير جدا فعلا موضوع حقيقي. في سبب ثالث برضو، في سيدات متزوجات وبيحتاجوا يعملوا تجميد بويضات. طب وليه؟ مش مقرره ان انا هخلف دلوقتي متجوزه لا، ما ممكن تجمد اجنه، تبقى عندها اجنه، وفي حاجه اسمها تجميد بويضات، في حاجه اسمها تجميد اجنه. طب هي متجوزه تجمد بويضات ليه؟ تجمد بويضات لان احيانا في سيدات بتتجوز عند سن متقدم وجوزها مثلا يكون عنده مشكلة ما في التحليل السائل المنوي بتاعه، وبيحتاج ان هو يتعالج لفتره طويله، او مثلا في انعدام في حيوانات في السائل المنوي او في حيوانات المنويه، وبنضطر ان احنا نعالجه، بعد كده نعمل حاجه اسمها تفتيش في الخصيه لغايه لما نلاقي حيوانات منويه صالحه لتلقيح البويضات. طب هي الست السيده الوقت ده كله لغايه ما يتم برضه شفاها هو على خير، ممكن تلاقي فرصتها تضيع، فالاحسن ان هي تحتفظ بفرصتها انها تقدر تخلف. يبقى اذا هي احد الوسائل اللي بتحفظ الفرص الانجابيه للسيده، او تحفظ خصوبه السيده. قلنا السبب الاولاني تقدم سن الزواج، الظروف الاقتصاديه، قلنا بعض الاورام، قلنا ان احيانا ممكن تكون هي متجوزه والزوج هو اللي عنده مشكله، كبيره، فما ينفعش يبقى فيه اجنه حتى نحتفظ بيها مثلا. فده كان بوابه كبيره بتخلينا نحفظ القصه دي. طب ايه هو عباره عن القصه ايه؟ زي ما قلنا اول خطوه ان احنا نعرف ان ده موجود، ده اول خطوه. تاني خطوه ان احنا نقيم مخزون المبيض، يعني زي ما قلنا انا عندي 30، انا عندي 31، ايه اللي يخليني اجري زي كده؟ نفترض ان انا حاطه في دماغي ان انا لا انا يعني قدامي شويه وهدرس وهسافر ومش عارف ايه. في حاجه بنروح نعملها حاجه اسمها تحليل اسمه مخزون المبيض، حاجه اسمها الاي ام اتش. التحليل ده اشبه ان حضرتك رايحه البنك وبتقولي له انا عايز اعرف رصيدي في البنك ايه. فبتعملي التحليل بيقول لنا احنا رصيدنا في بنك البويضات كذا. ده تحليل سهل، انا ممكن اروح اي معمل اعمله؟ الوقت حالا ممكن معمل يسحب منك عينه من الدم. اي ام اتش، انتي مولاريان هرمون، هو بيقيس هرمون معين لقوا ان هو معبر عن رصيدك في بنك البويضات. ده تحليل من الدم بيتاخد في اي وقت من الشهر، مش مرتبط بمواعيد دوره او اي خالص أو خالص. التحليل ده بيقول لنا ببساطه احنا خزنه فيها ايه، وفقا للخزنه دي هنقول احنا محتاجين نجري بسرعه نجمد، احنا محتاجين بسرعه نروح لدكتور، احنا كويسين خالص، انا في السيف سايد. بالظبط. الحاجه الثانيه مخزون المبيض ده كمان بيقول لنا لو رايحين نجمد بويضات الدكتور هيدي لها ادويه شكلها عامل ازاي، الموضوع اقرب بالتيلر بالترزي. الدكتور علاج تاخر انجاب اشبه بالتيلر الترزي، بياخد المقاس وبناء عليه يعمل الفستان، مش مثلا فستان فلانه بيلبسه، مش حاجه ديفولت اي حد بياخدها، لا ده كل حد. وفقا لمخزون المبيض ده انا ببتدي اوصف العلاج اللي يقدر يطلع من مخزون المبيض بتاع السيده اللي يكفي ان انا اقدر اجمده واحفظه. فيبقى اول حاجه قلنا ان احنا نعرف الاجراء موجود، اتنين نعمل تحليل مخزون المبيض، ثلاثه بنبتدي نناقش بقى مع السيده او البنت ايه هو الاجراء، بنعمل ايه. عرفنا مخزون المبيض، بناء عليه هنختار البروتوكول العلاجي، بندي لها ادويه. الادويه دي بدل ما كنا بنقول ان السيده او البنت او السيده كل شهر بيطلع لها حويصلات الجسم بيختار منها واحده تبقى بويضه، لا احنا بندي ادويه بتخلي الحويصلات دي كلها بتاعه الشهر ده تتحول بويضات، يعني ما فيش انتخابات لغينا الانتخابات. فانا هاخدهم كلهم بقى بتاعه الشهر ده بقى، ايوه، ونبتدي ندي ادويه تساعد ان هم يطلع عدد مناسب وبرضه يكبروا في الحجم، وبنفضل نتابع ده من خلال سونار
سونار اشعه تلفزيونيه لغايه لما بنعرف ان هي وصلت للحجم المناسب، معناها ان هي غالبا جواها بويضه ناضجه. بنخش في اجراء في عمليه ما بتاخدش ربع ساعه تلت ساعه تحت مخدر كامل، ما بتحسش فيه السيده باي حاجه خالص، ما بينزلش نقطتين دم اصلا في العمليه، وبنسحب البويضات دي خارج الجسم، وبعدها بتتحفظ في درجه ناقص 197 في بنك، والبنك ده زي البويضات بتاعتها شبه زي برضه نفس الاسوره بتاعه الجنين، عليها مش عارف ايه وعليها كذا وموافقات ورقم مش عارف وكل حاجه تحفظ. طب وتدفع؟ بس يظل السؤال بقى احنا ازاي بنحصل على البويضات؟ ايه المشكله؟ لا ده انا عندي سؤال كمان بقى بلس ده هحتفظ بيها قد ايه؟ يعني ايه الديوريشن بتاعتي المسموح لي؟ الموضوع له علاقه بجوده البويضات وله علاقه لقوا المتوسط ان انت بتحتفظ بيه في حدود 3 سنوات. يعني في تايم ليميت. 3 سنوات انت تقدر تحتفظ بيه بجوده. في ناس قالت 2 وفي مراكز اتكلمت على 5 سنين، لكن هو المتوسط من 2 ل 5 سنين، ده هو ده الرينج بتاعنا. بس برضه السؤال بنحصل على البويضات ازاي؟ هو الطبيعي ان احنا في اي سيده بنصل للبويضات من خلال المهبل عن طريق سونار مهبلي وبيبقى عليه ابره رفيعه بتوصل للمبيض وبنسحب فيه البويضات وبيتم التجميد. طيب في مشكله بتقابلنا وهي العذريه. الاجراء ده احنا قلنا ممكن صح يتم. صح، ده انا نسيت خالص. صحيح. صح. وده اهم سؤال على فكره. لو هي سيدة متزوجة خلاص دي ساعتها مفيش مشكلة، لكن فعلا لو هي بنت ولسه او هي سيدة مطلقة واحتمال هتتجوز مش عارفة امتى، وده حاجة نسيت اقولها من ضمن الحاجات، ان هي واحدة ظروفها الاجتماعية هي كانت متجوزة وخلاص ولسه ما تعرفش هتتجوز امتى، ممكن تحتفظ ببويضات. وحتى لو هي كانت مخلفة قبل كده بالظبط، ممكن ده عادي اجراء يتعمل حتى لو مخلفة. طيب طب ده لو هي ما عندها، او واحدة ما عندهاش مشكلة العذرية مش في دماغها ماشي، لكن لو لم يسبق ليها بقى الجواز ده بنحصل على بنصل للمبيض من خلال البطن واحيانا من الشرج. طيب من البطن ده عن طريق سونار برضو ابره رفيعه وبنوصل بيه، والشرج كذلك، وبنشرح ازاي بنعرف نوصل له هنا وازاي بنوصل له هنا وايه احسن للدكتور وايه الاحسن للحاجة. دي اعتقد حاجه الدكتور هو اللي بيحددها يعني. لا مفيش حاجه اسمها الدكتور بيحدد، على حسب الكيس. ليه علاقه ان احنا بنتناقش. مفيش حاجه اسمها دلوقتي ان الدكتور يقول لحد انت لازم تعمل، لا مفيش حاجه اسمها كده. في علاقه ان انا بشرح لك ده بيتعمل ازاي وده بيتعمل ازاي، ونسبه البويضات اللي انا اقدر اوصل لها من خلال البطن بالمقارنه باللي انا اقدر اوصل لها من الشرج قد ايه، وانت تقول لي انا عايز اعمل ايه، وبشرح له وبقول له ده بيتعمل كده وبنرسم وكلام زي كده. يبقى اذا زي ما قلنا تجميد البويضات ده فتح سكه كبيره قوي. انا فهمت. يعني بصراحه يعني في بنات كتير مدي امل لناس كتير فعلا. 57 59 ومش عارف ايه. فوصولا من تجميد مبيض لتجميد بويضات. طيب. الاجراءين دول بيتموا دلوقتي. طيب دي حاجه مهمه جدا، عشان نلحق بقى نتكلم في الموضوع التاني وهو برضه مهم جدا، تحديد جنس الجنين او المولود. هل برضه ده حاجه موجوده حاليا؟ حاجه بتحصل على طول. بس إيه اول حاجه هو الموضوع له علاقه اسمه فحص الاجنه. ان احنا عندنا قدره ان احنا نفحص الاجنه، دي احد التقنيات الحديثه المرتبطه بوسائل الاخصاب المساعد وبالاخص الحقن المجهري. بيبقى عندنا قدره بعد الحقن المجهري ان احنا نفحص الجنين. طب وليه نفحص الجنين يعني؟ عشان ايه؟ الفكره ان احنا في الاول كان في بعض الامراض. نفحص الجنين ولا نحدد نوع الجنين؟ هو نفحص الجنين هتفتح لنا السكه ان احنا ازاي نحدد السكة. فحص الاجنه فتحت السكه ايه؟ ان في امراض وراثيه بتبقى مرتبطه بجنس معين، يعني لقوا مثلا ان مرض زي الهيموفيليا بيجي اكتر بيجي للولاد بشكل اكبر، ففي بعض الاسر عندهم في تاريخ مرض ان في مرض اسمه هيموفيليا بيجي في كل الولاد. لا يعني دي يعني الام او السيده بتبقى عندها مشكله لما تحمل في بيبقى عنده هيموفيليا. طب ما ده من ضمن الحلول ان احنا بدل ما نعمل القصه دي نختار ان هي تحمل في بنت من الاول خالص. ازاي ينفع ان انت بتعمل حقن مجهري ولما يبقى عندك جنين عمره 3 ايام او 5 ايام، بس هو الاكتر ان احنا عمره 3 ايام، ده بيبقى فطور خلايا باجراء بسيط خالص، يعني هو تقنيه عاليه لكن اجراء بالنسبه لنا دلوقتي بقى بسيط، باستخدام جهاز ليزر معين بناخد عينه من الجنين ونفحصه، طلع اكس اكس طب انت بنت، اكس واي ده ولد. يبقى اذا عرفنا دلوقتي ان احنا نقدر نعمل ايه؟ نعرف جنس الجنين.
ده فتح باب بقى ان انت تقدر تقول انا عايز اخلف ولد وانا عايز اخلف بنت بنفس الحكايه، من خلال الحقن المجهري وفحص جنس الجنين هنعرف طب ده حلال ولا حرام. ما دي برضو تفتح باب كبير، حلال ولا حرام. احنا بيحكمنا شويه حاجات، حاجه اسمها الاخلاقيات اللي هي الاثكس، وحاجه اسمها اللي بيقولوا دار الافتاء واللي بتقولوا الكنيسه واللي بتقولوا المعبد كذا. دار الافتاء ليها نص واضح ورقم الفتوى اقر ان انت من حقك ان انت تفحص الاجنه وتختار جنس الجنين طالما كان عندك اطفال قبل كده. يعني ما ينفعش مثلا الناس ما خلفتش خالص تقول لك لا انا عايز اجيب ولد، او الناس كل، لان كده ممكن كل الناس يبقى عندها اولاد او كل الناس يبقى عندها بنات. لا انا اعرف كيس اعرفها شخصيا، يعني احنا عندنا مشكله في الحمل في موضوع الولد، فاعتقد احنا كده يعني يحق لنا ان احنا وحتى لو ما عندكيش مشكله واحد عنده ومراته عندهم ثلاث اولاد ونفسهم يجيبوا بنت، دار الافتاء اقرت ده مش انا، الاثكس قالت برضو ده كذا، وده حاجه موجوده حاليا في مصر. بس مشكلتها انك انت لو فتحتها بقى يعني ان كل الناس اول، لا طبعا معموله بضوابط معينه. صحيح أكيد. طيب يبقى اذا احنا نقدر دلوقتي ان احنا نفحص الاجنه ونعرف دي جنسها ايه. طب برضو بنعرف نعمل ايه تاني؟ ان احنا برضو نقدر نفحص الاجنه ونعرف اذا كان فيها خلل كروموزومي ولا لا. في ناس عندها ده موضوع كبير ده لازم له حلقه لوحده، مش هينفع. بس احنا دلوقتي نوصل مقدمه للي احنا هنكمله بعد كده ان شاء الله، ان احنا نقدر فعلا نفحص نوع الجنين ونعرف ولد او بنت، ومنها ده فتح لنا مجال ان احنا كمان ممكن نحدد نوع جنس الجنين ايه، ونعرف في خلل كروموزومي او في امراض وراثيه ولا لا. لازم نتكلم عليه في حلقه ثانيه ان شاء الله. بشكرك جدا يا دكتور، الوقت جه لي بسرعه جدا. بس انا استفدت كتير قوي قوي فعلا النهارده، بشكرك بجد. ميرسي. خليني اشكر الدكتور تامر النحاس، استشاري امراض النساء والتوليد ومؤسس مركز ولد وبنت لعلاج تاخر الانجاب والحقن المجهري. شكرا يا دكتور. هنطلع فاصل ونرجع لكم بالفقره اللي بعد كده، استنونا. رجعت لكم تاني مع الفقره اللطيفه اللي انا بحبها مع ماجي. هاي يا ماجي. هاي يا رب. ازيك؟ عامله ايه؟ انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. احنا كنا وعدناكم في اول الحلقه خالص ان ماجي هتبقى عامله لنا اوفر النهارده. حالا هينزل معاكم ارقام التليفونات، هتفضل معاكم على الشاشه، فعلى رقم التليفون ده هنطلبه يعني نقدر ناخد الاوفر اللي ماجي عامله لنا. اللي هو ايه؟ الاول قبل ما نبدا بس عشان الناس تتحمس كده. نبدا بالاوفر النهارده. طب قولي لي بقى ايه؟ بصين، اللي هيشتري اي قطعتين من ريمال هياخد ماسكارا فري. ماسكارا في من اي واحده من اللي احنا هنتكلم عليهم؟ من نوعين من الماسكارا هيقولوا لهم عليهم ساعتها في ال. طب كويس. هي عامه الماسكارا دلوقتي ماجي هتتكلم معانا النهارده على الانواع المختلفه لاشكال العيون واشكال الرموش، وكل نوع منهم ايه المناسب ليه في الاستخدام عشان توصلي للباست ريزلت او احسن نتيجه. لان كانت ماجي قالت لنا قبل كده، انت قلت لنا ان احنا المشكله عاده بتبقى في ان احنا مش بنعرف نختار شكل الفرشه الصح. لو اخترناها هنوصل لاحسن نتيجه، صح؟ بالظبط كده. طب قولي لي بقى. بصي، هو احنا بنختار الماسكارا مبدئيا على اساس شكل رموشنا عامل ازاي وشكل عينينا عامل ازاي. يعني مثلا حد رموشه قصيره فلازم اخد ماسكارا يبقى بتدي لانس، بتدي طول. حد عينيه ضيقه لازم ادي حاجه بتدي كيرل عشان خاطر ترفع رموشي لفوق. اللي هي كمان الرموش بتبقى نازله لتحت دي. بالظبط. في الرموش اللي هي بتبقى نازله لتحت شويه او ستريت، او العينين صغيره دي باخد لها الماسكارا اللي بتدي كيرل. تعالي مع بعض عملي نشوف الماسكارا شكلها عامل ازاي. اول واحده دي اللي انا بستخدمها من وانا عندي 3 سنين تقريبا، من وانا في ثانويه عامه بستخدمها. دي اشهر ماسكارا في ريمال واشهر فرشه في ريمال ومن اقدم الماسكارات ولسه مستمره لغايه دلوقتي. دي اسمها سكاندال ايز. بصي، دي عندنا نوعين من الفرش عامه. فرش بتبقى فايبرز، بتبقى زي كده. بصي، دي بتبقى فيها شعيرات، فالشعيرات دي لما باجي احطها على رموشي فبتديني فوليوم، فبتدي فوليوم كثافه بتخلي الرموش نفسها تقيله. ممكن ما اقدر يعني طالما حاطه الناس اللي رموشها شعره خفيف قوي او مش باين، دي بتدي كثافه اكتر للرموش، او اللي هي ضعيفه او اللي هي فيها فراغات، فدي بتديني كثافه. وميزتها كمان ان هي مش بتلزق الرموش في بعضها ولا بتكلكع، فدي الميزه اللي هي بتدي فوليوم قوي جدا من الفرشتها بتاعتها القويه جدا، وفي نفس الوقت لا بتلزق ولا بتكلكع. حلو. يعني دي للناس اللي هم رموشهم مش كثيفه قوي ممكن يستخدموا النوع ده. دي بتدي فوليوم قوي. تمام. جدا جدا يعني. اوكي. في معانا حاجه تانية، دي الابديت بتاعها.
من كتر نجاح الماسكارا دي نزلوا ابديت اسمها سكاندل ايز ريلودد. دي النسخه الجديده منها يعني المعدله. اه بالظبط. ايه الفرق بقى بينها وبين الاورنج؟ بصي الفرشه بتاعتها ارفع شويه. في ناس مثلا الفرشه التخينه قوي مش بتمشي معاها قوي لان مثلا مش بتعرف تحط بيها قوي، فدي ارفع شويه الفرشه بتاعتها. عارفه مين هم عندهم الجفن اللي هو المبطط شويه، لما بنعمل كده شويه ممكن يخبط مني فوق بالزبط. عشان هي بتبقى تخينه، ففعلا دي استخدامها استخدمها اسهل، وفي نفس الوقت شكل الفايبرز بتاعتها عامله كده، فبتاخد معايا بتلف معايا الرموش وبتقدر احطها بمنتهى السهوله وتديني برضو الفوليوم اللي انا عايزاه. بس دي برضو لاصحاب العيون اللي هي عايزه كثافه فوليوم اكتر من طول. كل ده احنا لسه لغايه دلوقتي بنتكلم في الفوليوم. اوكي. في كمان لازم تريك مهمه جدا نحطها، مش ان انا جبت ماسكاره كويسه قوي دي بس، لا طريقه ان انا احطها ازاي. احط الماسكاره، امسك كده الماسكاره وادخل من اول الروتس اللي هي الجذور نفسها، ادخل كده الماسكاره. في ناس بقى بتفضل تمسك لك الماسكاره تعمل كده الاول، او ان انا امسكها من نص رمش واطلع بيها من نص بس مش بدخل من جوه قوي واجيبها. لا من بجيبها تحت. من الروتس دي اهم اهم حاجه، وانا طالعه بحرك ايدي شويه كده زجزاج كده والف الفرشه لبره. كل ده في نفس الوقت هتلاقيها متعود سهله. بس الطريقه دي هتلاقي فعلا بتحطي، انا يعني ممكن اجيب ماسكاره كويسه جدا جدا بس ما احطهاش بطريقه كويسه، اقول الماسكاره دي لا مش نافعه مع رموشي، لا هي انا ما حطيتهاش بالطريقه الكويسه. فانا هاخدها هحطها من اول الروس الجذور جوه كده، احرك سنه صغيره والف ايدي لبره. طب يا جماعه دي الطريقه الصحيحه ازاي نحط الماسكه عشان نوصل لاكتر كثافه ممكنه. هنحطها من جوه من اول الجدر لغايه بره خالص، واحنا طالعين بنلف ايدينا على بره وبزجزاج بالراحه قوي كده، صح كده؟ بالظبط بالظبط. اوكي. الثلاثه بالتعود هنلاقيها سهله. سهله جدا هي، بس الكلام ممكن يكون كتير، لكن هي وانا بحطها دي هتلاقيها سهله قوي. اوكي. اهم بقى حاجه، في ناس كتير قوي بتيجي تشتكي ان الماسكاره بتنشف بسرعه. دي مش عيب ماسكاره، دي عيب طريقه اللي انا بحط بيها الماسكاره ازاي. انا دلوقتي لما بطلع الماسكاره بيبقى فيه هوا، احنا لما تك 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 غير تك تك دي كمان بقوم حاطه الفرشه مره واحده. لا انا بصي طلعت الماسكاره اهي، باجي احطها كده الف على الهوا، الف وادخل سنه سنه. اوكي. الحركه دي بتطلع كل الهوا اللي جواها وبتخلي الماسكارا معايا ما تحافظ على نفسها خالص. طيب الفرش التانية بقى اللي ممكن نستخدمها للطول؟ عندي مثلا الماسكارا دي 2 in 1، دي 2 step، دي اللي هي للكثافه وللطول. حلو. خطوتين، اول خطوه اللي هي اللينس. طب ما دي كل الناس هتجيب دي. بصي على حسب الفرشه، في واحده بتحب انا عايزه فرشه تخينه قوي. انا مش برتاح في الفوليوم غير في فرشه تخينه قوي. احنا يعني في ريمال جايب لك كل يعني هتحلمي بمسكره هتلاقيها موجوده وهي تروح بقى، وممكن قدامها كل انواع الفرش دي تختار النوع اللي هي عايزاه. بالظبط. بس دي اول فرشه، دي رفيعه خالص، هتلاقي بصي رفيعه جميله دي. ومش عليها كريم كتير قوي، حلوه كمان للرموش اللي تحت. تحت كمان. بالظبط. دي بتدي طول اكتر يعني في اول خطوه كده. دي ماشي، بحطها بحط بيها هي، حتى الماسكارا اسمها داي تو نايت، معايا من الصبح لغايه بالليل، بقدر احط بيها اول خطوه، ممكن انزل بيها لو تمام. عايزه طول بس. اوكي. لو تمام. عايزه كمان فوليوم اقدر احط عليها رقم 2 اللي هي اللي تحت دي كده، اللي قفلت الاولى هي تديني نفس التانيين. انا بطلع كده بلاقي بصي الفرشه مليانه اكتر. يبقى الاول لو اللي هي التو ستابس دي بحط الاول اللي هي بتاعت الطول اللي رفيعه جدا واللي ممكن كمان استخدمها للرموش اللي تحت، وبعدين بحط ستاب 2 اللي هي اتخن شويه. ده انا لو عايزه طول وفوليوم. لو عايزه الصبح حاجه بسيطه مجرد ان انا طول بس احطها الصبح، وبالليل حتى اسمها داي تو نايت، ان انا احط لغايه بالليل احط الاثنين على بعض هيديني فوليوم ولانس اكتر. اوكي. طول وكثافه. اللي بعد كده معانا في واحده مفاجاه. طب يلا قولي بقى المفاجاه عشان احنا للاسف الوقت هيخلص. طيب. فمحتاجاكي تقولي لي مفاجاه. خلاص انا هقول لك بس حاجه بسيطه جدا. طيب. لان احنا الماسكاره في عندنا دي ووتر بروف بالارجان اويل. احنا كل الماسكارات بتاعت ريمال فيها كولاجين، بتغذي الرموش جدا وبتفيد الرموش، مش جاست ان انا حاطه ماسكاره وبس. وزائد في كذا ماسكاره كمان بالارجان اويل، دي واحده منهم، دي ووتر بروف. انا بس هوريك الفرشه لان دي مختلفه شويه، دي سيليكون. اوكي. التانيين فايبرز دي سيليكون. دي سيليكون هي الفرشه الناشفه شويه، دي بتعمل ديفينيشن، بتحدد اكتر، بتدي توزيع وتفرق الرموش من بعضها. طب انا برضو باكد عليكم واحنا بنتكلم كده ان في اوفر عاملاه ريمال، الارقام اللي بتنزل معاكم على الشاشه، اي حد هيتكلم هيطلب تو برودكت او اي منتجين من ريمال تختاروهم هتاخدوا معاهم ماسكه هديه. هما يحددوا ايه النوع اللي مناسب لرموشك يعني، وهتاخديها هديه مع الاوفر. فبليز اتكلموا دلوقتي على الارقام دي والحقوا اطلبوا الاوفر عشان تستفيدوا بيه.
نيجي بقى للمفاجأة. نيجي بقى للنهاية المفاجأة بتاعتنا. بص المفاجأة دي مفيش في أي براند منزل حاجة زي كده. الفكرة كلها إن المسكرة دي مسكرة عادية جدا. أوكي. الفرق ما بين أي مسكرة والتانية إن أنا في ناس هتلاقي رموشها شوية بني أو رموشها شوية في الأطراف صفرة. شقرة فاتحة قوي. بالظبط أو فعلا شقرة. فدي بيبان من بعيد كأن ما عندهمش رموش خالص. صح. فالميزة إن أنا دلوقتي لو حطيت المسكرة دي لمدة 14 يوم بتعمل تنت للرموش. يعني بتصبغ الرموش. بالظبط. فتفضل بقية الوقت حتى لو أنا مش حطاها بعد كده. إن هي فيها لون، فيها كأنها مسكرة. فالناس بقى اللي بتعاني إن الرموش بتاعتها الأطراف بتاعتها صفرة أو الرموش بتاعتها فاتحة فكأن مش باين الرموش بتاعتي قوي، دي لو استخدمتها لمدة 14 يوم كل يوم هتديني التنت للرموش اللي هو اللون في الرموش هيفضل معايا على طول بعد كده. دي رهيبة، يعني دي مرة بمرة بالاستخدام بنوصل بيها لشكل الرموش اللي هو كأن أنا عندي لون في رمش. لأصحاب الرموش الشقرة أو اللي هي فاتحة قوي مش باينة. أو حتى العادية اللي هي عايزة لون أكتر في رموشي بحطها هتديني برضو بعد كده لو أنا نازلة من غير مسكرة يعني. خالص هتلاقي رموشي فيها لون. أوكي. وكمان بتدي فوليوم بقى معايا يعني. أكيد زي أي ماسك. بالظبط. ميرسي يا ماجي، الوقت بيجري معاكي هوا. ميرسي ليك. أشوفك إن شاء الله في حلقات تانية مع أوفيس تانية. برضه أفكركم تاني قبل ما نختم الحلقة، أي حد محتاج أي حاجتين من رمال هنتكلم على أرقام التليفونات، هناخد الأوفر اللي إحنا عايزينه وكمان هناخد معاه الماسكرة الهدية من رمال. يا رب تكون الحلقة النهاردة كانت خفيفة عليكم، الوقت بيجري بسرعة جدا جدا مش بحس بيه. بس إن شاء الله أشوفكم الجمعة الجاية الساعة 4:30 في الديفا. باي باي.